رئيس الوزراء يوجه بإقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث في القاهرة. وزير الإسكان يعلن تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة. النائب العام يعتمد إطلاق خدمة العرائض الإلكترونيات الموحدة. الواحدة ظهرا في القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم عبر الفيديو كونفرنس مع كل من وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ دمياط ورئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، وذلك لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في استكمال باقي مكونات المشروع، لا سيما فيما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد في زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية. وأشار مدبولي إلى أهمية الترويج للحوافز التي يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووجه رئيس الوزراء بإقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث في القاهرة على غرار المعرض الدائم الموجود في دمياط. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة موقف عدد من أراضي الجمعيات التي تم الحصول عليها من المحافظة بغرض الزراعة ولم يتم تنميتها، وكذلك حصول عدد من جمعيات الإسكان التعاوني على أراض ولم يتم تنميتها، على أن يتم بحث موقف جميع الحالات في أسرع وقت. أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار تخفيض قيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة، ويأتي ذلك في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء. وأكد وزير الإسكان أن نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح في مخالفات البناء للنشاط السكني بالمدن الجديدة من 15% وحتى 25%. أعلن صندوق تحيا مصر الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة لقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا في محافظة سوهاج الشهر المقبل، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وتتضمن مشروعات المرحلة الثانية تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات الإسكان، الصحة، التعليم والتدريب، التكافل الاجتماعي، الخدمات الرياضية والتمكين الاقتصادي. أعلنت وزارة الصحة أمس عن خروج 900 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 84,161 حالة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 173 حالة إيجابية جديدة، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة. اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي إطلاق إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة خدمة منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، ويأتي ذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بالنيابة العامة وميكنة أعمالها منذ بدء العام القضائي الحالي وتطويرا لآلياتها. انتهى موجز الواحدة ظهرا من تلفزيون النهار، دمتم بخير وإلى اللقاء.